الجمال ما هو فقط في عين الناظر، والفن ليس بالضرورة مجرد مسألة ذوق. تخيل معي المشهد التالي يلي ما بنعرف عنه شيء سوى أنه أحداثه عم تصير قبل عصر الآلة الكاتبة. شخص قاعد عم يخربش على ورقة شوي، بعدين بيهز راسه بانزعاج وبيرمي الورقة بالزبالة. بيرجع بياخد ورقة جديدة وبيقعد يخربش عليها. بتكرر الموضوع أكثر من مرة، أكثر من يوم، أسابيع، أحياناً أشهر. الزبالة انتلت ورجعت تنتلت بالوراق مئات المرات، لحتى إجا يوم وكان محتوى الخربشة على الورقة اللي قدامه مرضي جداً بالنسبة إله. على وجهه علامات بهجة شخص كان عم يحاول يوصل لمكان ما، وبعد عناء شديد وصل. شو عم يصير معه هاد؟ يمكن هالشخص هو عالم عم يجرب يتوصل لنظرية معينة ولفترة طويلة ما نجح، ضل يجرب ويغلط، هيك لإجا يوم ووصل لنموذج علمي شغال. يعني محتوى الورقة الأخيرة كان أقرب بكثير للحقيقة العلمية من محتوى بقية الأوراق يلي رماها بالزبالة. هو بهالآلية عمل تقدم معرفي موضوعي، أو لا، قد يكون هالشخص بالمشهد رسام أو كاتب روائي أو موسيقار عم يحاول يحط فنه على ورقة، ما عم يوصل لنتيجة مرضية إلا بعد عدد كبير كتير من المحاولات. بس لحظة، بالحالة الأولى لما كان الكلام عن العلم، الباحث الناجح قلنا بأنه محتوى الورقة الأخيرة تبعه موضوعياً أحسن من محتوى الأوراق المرمية، من ناحية بأنه ما في أخطاء واضحة وأقرب للحقيقة الموضوعية بكتير. هل بإمكاننا نقول هالكلام عن الفنان الناجح كمان؟ هل الأوراق المرمية بالزبالة تبع الفنان كانت تحتوي على أخطاء، بينما محتوى الورقة الأخيرة أفضل من سابقاتها لأنها أقرب لمعيار موضوعي للجمال؟ الباحث وعالم الفيزياء ديفيد دويتش بيجادل بأنه أي نعم، ممكن يكون هاد بالضبط يلي عم يصير مع الفنان بهالسيناريو، وأنه الجمال ما هو فقط في عين الناظر، والفن ليس بالضرورة مجرد مسألة ذوق. إذا متابع ريبلز من زمان، خصوصي صفحة الفيسبوك، يمكن تعرف بأنه أنا كتير عندي ارتياب وشك من الادعاءات بهالاتجاه، ودايماً الطالب بحجج منطقية بتدعمه وما بتسمع إلا صفات بدل الحجج. يا عمي فهمنا، بتشوف فن فلان الفلاني هابط، أنا عم أسألك ليش على أي مسطرة قسته وطلع هابط؟ شو حجتك بأنه في مسطرة أصلاً للفن؟ ولا مرة سمعت حجة محكمة أو حتى غير محكمة بهالحوارات. بس كمان إذا متابع ريبلز تعرف بإني بحب أسمع حجج متعوب عليها، وأفهم تماماً منظور الشخص يلي ما بيتفق معي، بل بالحقيقة تنتابني متعة غريبة لما بيتغير رأيي بخصوص سؤال فلسفي معين تحت وطأة حجة عقلانية محكمة ومرتبة. أنا ما عم أقول إنه هاد بالضرورة يلي صار معي بموضوع حلقتنا اليوم، بس هاد أحد الأسباب يلي تدعوني أعمل حلقات من هذا النوع، رغم إنه أحياناً تبدو صعبة شوي أو بحاجة لشوية تركيز زيادة عن العادة. المتعة المعرفية والجمال المعرفي بيستاهل، وأنا اليوم رح أحاول أوصل لك بأمانة قدر الإمكان ما أراه أجمل حجة سمعتها لحد هلأ في الدفاع عن واقعية الجمال. فعمول الشاشة فول سكرين وروح جيب لك كاسة شاي أو قهوة أو متة أو مي، لبين ما أقول أنا المقدمة يلي أنت بتطنشها. على كل حال، أنا اسمي جابر وأنت عم تحضر ريبلز، قناة تحترم إنه عندك عقل وإنك بتحب تشغله. اشترك بالقناة إذا كنت جديد هون، زر سبسكرايب تحت زر اللايك بشوي، وإذا ما اشترك سلفا وبتحب تدعم ريبلز وتنضم لشلة تتحلى بقمة الجمال المعرفي والتحادثي، اضغط على الكارد بالزاوية من هون لتنضم لداعمي ريبلز على باتريون. بحب رحب بالداعمين الجدد سواء على باتريون أو على اليوتيوب. روابط الدعم أو شراء الميرتش بتلاقيهم بالوصف مع المصادر كالعادة. شكرا لاهتمامك وخلينا نبلش. بيقول لك دويتش طلع بهالصورة، شو رأيك فيها؟ هلأ طلع بهي الصورة، هل هالصورة أحلى من الأولى؟ وقف الفيديو وحط جوابك بالتعليقات قبل ما تكمل إذا بتحب، أو على الأقل اكتب جوابك إلك لحالك. بيقول لك دويتش إنه وعلى الرغم من إنه الصورتين لنفس المحتوى عزقة وبرغي، واضح للنظر بإنه الصورة الثانية متعوب عليها، مشغول عليها، توحي لك بإنه في وراها شيء من التصميم. It has the appearance of design. لكن هالتصميم بهدف شو؟ لا يبدو بأنه في وظيفة من هالصورة، هي تبدو فقط أجمل من الصورة الأولى. شو يعني هالكلام؟ أحد الأهداف المحتملة للجمال بنظر دويتش هو الجاذبية. الغرض الجميل يمكن أن يكون جذاب للناس اللي عندهم مقدرة على تقدير الجمال، وجذب جمهور ما هو شيء ملموس وقابل للقياس، ويمكن يكون بيحمل وظيفة. حتى لغوياً نحن نستخدم صفة الجاذبية للحديث عن الجمال. بالإنجليزي ممكن توصف امرأة مثلاً بتقول she's attractive. جمال لوحة معينة حرفياً بيجذب آلاف الناس من مختلف مناطق العالم ليسافروا كرمال يشوفوها بمتحف معين.
أو أنه هالجمال ببساطة بيجذبك تتمعن بهاللوحة مطولاً على شاشة كمبيوترك وبتعيرها من انتباهك. بالعربي منقول جمال أخاذ أو جمال آثر، لأنه تم أخذ وأثر حواسك وانتباهك من قبل هالشيء الجميل. حصيرة لغوياً ملاحظة، الحلقة مليانة جمل تستخدم صيغة لغوية ينسب فيها الفعل لسيرورة أو لكيان نحن متفقين بأنها لا تمتلك أدمغة ونوايا، بس هيك اللغة بتشتغل. منقول طلعت الشمس وقع القلم، منقول شدني هالفيلم كتير وهالأغنية ما عم تطلع من راسي، رغم فهمنا بأنه الأغاني والأفلام والقلم والشمس ما عندهم عقول ونوايا ورغبات وما إلى هنالك. بشكل شبيه لغويا رح نحكي اليوم مثلا عن القوى الاستيفائية التطورية وننسب أفعال إلها، رغم بأنه متفقين وفهمانين بأنه ما عنده عقل ورغبات ونوايا وإلى آخره، وإنما هي مجرد صياغة لغوية أكثر عملية. نرجع للجمال الأخاذ. مع إقرار دويتش بأنه ما كل شيء بيشدك أو بيجذب انتباهك هو جميل، مثلا سائقي السيارات بيعيروا انتباههم لإشارة المرور الحمراء بالشارع بانتظار تصير خضراء، بس هاد شيء ميكانيكي ما في إبداع. أما الفن مثلا بنظر دويتش فهو بالضبط مثل الاكتشاف العلمي، عملية إبداعية. التطور المشترك أو المرافق co-evolution. لحظة، على أساس كنا عم نحكي فلسفة وأستيركس وجمال موضوعي ومدري شو، شو جابنا على البيولوجيا؟ والله سؤالك بمحله، شو علاقة هي بهي؟ مثل ما رح نشوف بناء على منظور ديفيد دويتش في علاقة، وعلاقة مهمة كتير كمان. الكوفوليوشن، التطور المشترك، هو لما بيكون تطور نوع ما عم يؤثر ويتأثر بتطور نوع آخر. مثال توضيحي، عندك مفترس وفريسة. المفترس دائما عم يصطاد أفراد من نوع الفريسة يلي بيكون كتير من السهل عليه بأنه يشوفهم أو يشمهم ويصطادهم. هاد معناه بأنه الفريسة الأبطأ والأكثر ظهورا أو الأسهل اكتشافا بيقل احتمال بأنها تتكاثر، يعني مع تعاقب الأجيال رح يقل انتشار جيناتها بمجموعتها. فهيك مع الوقت بيكون كأنه في ضغط استيفائي لأنه تنتشر أكثر جينات أفراد نوع الفريسة اللي عندهم سرعة أكبر أو قدرة أفضل على التمويه وإلى آخره من الصفات الملائمة للنجاة من المفترس. كونه هيك الوضع، أفراد النوع المفترس يلي ما عندهم حواس حادة من الشم أو النظر مثلا كافي لاكتشاف وجود الفريسة بمكان ما، أو ما عندهم السرعة أو القدرة على التمويه لمباغتة الفريسة واصطيادها، كمان بتقل فرصهم بالنجاة والاستمرار والتكاثر. فالضغط الاصطفائي بنوع المفترس بيكون كأنه ماشي باتجاه حواس أقوى وتمويه أفضل وإلى آخره، كونه جينات هالصفات هي اللي رح تنتشر أكثر مع تعاقب الأجيال بهيدي الظروف. يعني شو بدك تقول؟ في سباق تسلح بين نوع الفريسة ونوع المفترس، والأسلحة يلي عم تتقدم لتواجه أسلحة الطرف الآخر هي طبعا هالصفات اللي عم نحكي عنها. فعندك كأنه مسارين تطوريين عم يتفاعلوا مع بعض بشكل مستمر، علاقة تبادلية بيأثروا وبتأثروا ببعض. هاد هو التطور المشترك الكو-إيفوليوشن. والموضوع ما هو بس تنافسي، والحقيقة ما ضروري يكون بين الأنواع المختلفة. ممكن ننظر للاصطفاء الجنسي من خلال هيدي العدسة. أغلب الذكور الإناث عندهم صفات مفضلة أكثر من غيرها بالجنس الآخر، بالتالي أصحاب هالصفات بيتزاوجوا وبينجبوا أكثر، فمع الزمن تنتشر جيناتهم وصفاتهم أكثر. طبعاً هاد بتبسيط شديد وبنظر الموضوع من خلال عدسة واحدة فقط، بهدف توضيح الضغط الانتقائي ومفهوم التطور المشترك. لكن بالطبيعة غالباً بيكون في أكثر من ضغط استيفائي عم يلعب دوره على صفات النوع. ولكن التطور المشترك اللي بيهمنا بسياق حلقتنا اليوم هو غير تنافسي، وبيتم بين نوعين مختلفين تماماً من الكائنات الحية، ويلي هن الأزهار والحشرات. لماذا تمتلك الأزهار الشكل الذي هي عليه؟ ليش هيك شكل الأزهار؟ مشان تجذب النحل يجي لعندها يتغبر شوي بغبار الطلع، وبقى ينشر جينات الزهرة لما بيروح يلقح زهرة تانية من نفس النوع، كأنه صار ما بصير يمرشها على ريبلز بلا ما يجيب سيرة النحل. ما علينا. طبعا هذا السيناريو اللطيف ما كان صار لو ما بنفس الوقت اللي عم يتطور فيه شكل الأزهار اتطور عند النحل انجذاب نحو شكل الأزهار هاد. ليش اتطور هالانجذاب عند النحل وغيره من الحشرات؟ طبعا لأنه النحلة مصلحتها تروح على منابع الرحيق، مستودعات الوجبات الغذائية اللذيذة يلي هي الأزهار. نحن بنسميها زهرة، النحل بسميها مستودع الرحيق رقم 42، والحياة كلها مستودعة. إذن كمان هون مثل المثالين السابقين عندنا بين الحشرات والأزهار تطور مشترك co-evolution، تتطور أثناؤه معايير وسبل لتلبية هالمعايير، وهذا بيعطي الأزهار المعرفة لجذب النحل، وبيعطي النحل المعرفة لتميز الزهرة والنزعة للطيران نحوه. ولكن بيقلنا دويتش المفاجئ هون هو انه هالأزهار تجذب البشر كمان. ليش منشوف الأزهار جميلة؟
جمال الأزهار بالنسبة لنا كبشر مألوف جداً وبديهي جداً لدرجة بأنه هالسؤال قد يبدو غريب للوهلة الأولى. بس فكر معي قديش الطبيعة مليئة بالكائنات والكيانات الحية غير الجذابة لنا كبشر أبداً، ولا تحمل أي قيمة جمالية بالنسبة لنا. قد يكون في اتفاق محلي على جمال حيوان أو طائر معين ببعض الثقافات، لكن شبه الإجماع البشري على جمال معظم أنواع الأزهار هو شيء مميز جداً بالنسبة لدويتش. إذا بتفكر شوي بأمثلة التطور المشترك اللي حكيناها من شوي، ممكن تلاقي فوارق جذرية بيناتهم بتقربنا كتير للجواب النهائي على سؤالنا اليوم حول جاذبية وجمال الأزهار. تطور لبسه للنمر طقم مخطط ما لأنه بيلبق مع لون عيونه، بل كرمال يكون بشكل متخفي نسبياً عن الفريسة، والفريسة من مصلحته تتموه وما يميزها النمر. يعني هن الاثنين نوعين مختلفين هدفهم ما يلفتوا انتباه بعض. بينما بمثال الاصطفاء الجنسي الطرفين هن الذكور والإناث، والضغط الاصطفائي بيكون بالعكس باتجاه بأنهم يلفتوا انتباه بعض ويجذبوا بعض. بس شو الطرفين بهالحالة هن من نفس النوع؟ فهذا بيفسر ليش نحن كبشر بالعموم ما كثير بنعتبر ذكور وإناث كائنات أخرى جذابين بالنسبة إلنا، ما هن صفاتهم اتطورت ليجذبوا بعض ما ليجذبونا نحن. يعني جمالهم محلي، جاذبيتهم محدودة بسياق النوع يلي بينتموا إله، جمالهم وتقدير جمالهم مبرمج بجينات النوع تبعهم وخاص فيه. هلأ بيقول لك دويتش تطور الزهرة هدفه يجذب الحشرات، يعني يجذب أفراد بينتموا لنوع مختلف تماماً، وفي مسافات جينية هائلة بين الأزهار والحشرات. فلتحقيق هيك مهمة بدك جاذبية عابرة للأنواع، يعني ما أنك بدك تبعت إشارة إغراء وإغواء لحدا من نوعك تشترك معه بمعظم جيناتك، لا، أنت بدك تبعت إشارة عابرة للأنواع. لذا ما أنه والله مثل الاصطفاء الجنسي الضغط الاصطفائي بيعمل له شوية ترقيع للجينات الموجودة سلفاً حيث تلبي غرض الجاذبية ضمن النوع الواحد وخلصنا، لا، بحالة الأزهار والحشرات كأنك عم تبدأ من الصفر from scratch، ما كتير عندك جينات مشتركة تشتغل عليها. وفرجيني بقى أبداع طفراتك يا خالتو اصطفاء، كيف ممكن الأزهار تأخذ شكل جميل لدرجة بأنه يجذب كائن بعيد عنه جينياً كل هالبعد؟ لا وما بس هيك، هالأزهار عندها تحدي تاني ويلي هو منافسة المقلدين. يعني بالدعاية يلي عم تعملها الزهرة للحشرات لازم تحاول تتضمن كمان فكرة احذروا التقليد. ديربي 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 ديربي، شو يعني هالكلام؟ مين يلي ممكن يقلدها؟ قلنا انه مصلحة الزهرة تجذب النحل يجي لعندها ياخد الرحيق اللي بده اياه، يتغبر بحبيبات الطلع وينشرها بطريقه، وبالتالي يساهم باستمرار الجينات تبع الزهرة. بس ممكن يكون في انواع زهور ما بتملك رحيق بس شكلها الخارجي بيغش الحشرات وبيجذبها. هدول بقى بالمعنى التسويقي للمصطلحات الماركة التقليد مو الأصلية. بالتالي صار عندك الوضع كما يلي، لازم تكون الزهرة الأصلية جذابة كتير للحشرات بشكل تكون مميزة عن الأنواع يلي سميناها تقليد وما بتمتلك رحيق. يعني جمال الزهرة الأصلية لازم يكون صعب التزوير، وبالمقابل الحشرات لازم تعرف تميز الزهرة يلي فيها رحيق مش شرط مصلحة بقائها هي. فهمنا الوضع كيفه، نرجع نفكر بالتطور التشاركي تبع كل هالأطراف. فينا نتخيل بأنه مع الوقت الحشرات يلي ما قدرت تميز منيح الأزهار يلي بتحمل رحيق من الأزهار المزورة، فرص جيناتها بالاستمرار بتكون عم تضعف، فهذا اصطفاء للحشرات القادرة على تمييز الزهرة يلي عندها رحيق على حساب الحشرات يلي بتنغش بسهولة بالأنواع المزورة، لأنه هي الأخيرة كأنها عم تروح على مستودع فاضي وما عم تلاقي شي تاكله. ومن جهة الأزهار كونه الحشرات اللي سهل تنغش عم تقل مع الوقت، ما رح يضل مين ينضحك عليه لينشر جينات الزهرات الخالية من الرحيق. مين كمان من هالأزهار الممكنة بهالسياق ما بيحالفوا الحظ؟ الأزهار يلي شكلها ما بينجح بجذب الحشرات حتى لو كان فيها رحيق كونه ما في مين ينشر جيناتها، ما هي ما نجحت بجذب هالحشرات. إذن الضغط الاصطفائي كان باتجاه أزهار طورت جاذبية صعبة التقليد أو التزوير، ولحشرات طورت قدرة على تمييز هالجاذبية. وهون منكون وصلنا للسؤال بصيغته النهائية، طويل شوي بس bear with me. كيف يمكن أن يتوصل المسار التطوري لإشارة جذب تعبر المسافة الجينية الهائلة الفاصلة بين نوعين مختلفين كليا يلي هن الأزهار والحشرات باستخدام أنماط شكلية صعبة التزوير قابلة للتمييز من قبل طرائق تمييز أنماط صعبة المحاكاة؟ يعني بالعامية المبسطة، كيف التطور رح يعمل شكل الزهرة بحيث يقفز هالقفزة الهائلة العابرة للأنواع ويكون جميل بعيون حشرة؟
الجواب هو الجمال الموضوعي. بيقول لك دويتش، تخميني هو انه اسهل طريقة لتحقيق هالشي هو استخدام معايير جمال موضوعية. الازهار لازم تبدع جمال موضوعي، والحشرات لازم تمتلك القدرة على تمييز هالجمال الموضوعي. ونتيجة لذلك الكائنات الوحيدة التي تنجذب للأزهار هي الحشرات التي مرت معها برحلة التطور المشترك يلي حكينا عنها. وانت والبشر رح نوصل مباشرة لسؤال ليش كمان البشر، بعد ما نوضح نقطة مهمة. عم نقول بأنه الأزهار لازم تحقق معيار جاذبية صعب التزوير. شو أهميتها هون فكرة صعوبة التزوير؟ مثل ما حكينا بحلقات سابقة من ريبولز، النظرية العلمية الشغالة، التفسيرات الجيدة يلي نحن بنعتبرها موضوعية وقريبة من الحقيقة بشكل مميز جداً عن بدائلها، بتكون hard to vary، بتكون صعبة التغيير أو التحوير أو التحريف. حاول إنه تغير أي تفصيلة بنظرية علمية بتخرب فوراً، وبتفشل بتفسير الظاهرة يلي عم تحاول تفسرها. التشبيه يلي بعطيه بالعادة بهالسياق هو امتحان فيزياء، بتكون عم تحل مسألة وبعدين بتنتبه بأنك نسيان إشارة تربيع ولا جذر بالقانون يلي عم تطبقه، خلص صار جوابك خاطئ كتير. لما بتحور أو بتغير أي تفصيلة بالقانون اللي عم تطبقه رح توصل لنتيجة خاطئة. القوانين الصحيحة صعبة التحوير. بنظر دويتش نفس المبدأ يجب أن ينطبق على الجمال الموضوعي، إذ يجب أن يكون صعب التحوير أيضا. نرجع لعند الإنسان وإعجابه بالأزهار. نحن كبشر ما عنا علاقة تطور مشترك طويل الأمد مع الأزهار مثل يلي صار بيناتهم وبين الحشرات. ليش لكن الإنسان بينجذب للأزهار ولديه المقدرة على تقدير جمالها؟ هلأ أول شيء منظور دويتش للبشر بأننا كائنات universal explainers، نحن قادرين نتوصل لتفسيرات أو خلق معرفة حيال أي شيء، وعم نعمل هالشي بشكل مستمر، وهذا المنظور لحاله بده تفصيل وبناء بحلقة مستقلة. لكن بكمل دويتش بأنه إيه رغم هالحقيقة بأننا universal explainers، بيبقى سؤال لماذا أراد البشر خلق معرفة جمالية بالتحديد؟ وجوابه أنه نحن كبشر واجهنا نفس التحدي أو المشكلة يلي واجهوها الحشرات والأزهار، لأنه إرسال الإشارات بين إنسانين مشابه لإرسال إشارات عبر الهوة الكبيرة بين نوعين مختلفين. هون بيذكرك بأنك كإنسان كمية المعلومات بعقلك أكبر من كمية المعلومات اللي بتلاقيها بجينوم أنواع بكاملة، وطبعاً أكبر من كمية المعلومات يلي مبرمجة بجيناتك كفرد بكتير. جرب تفكر فيها بهالطريقة، نسبة الاختلاف المعلوماتي بين عقلي وعقلك أكبر بكتير من نسبة اختلاف معلومات جيناتي وجيناتك. لذلك بنظر دويتش الفنان بيكون عم يحاول يعمل سيجنالينج، بيكون عم يحاول يبعت إشارة عبر هو أو عبر مسافة من نفس مقياس اللي هو بين الأزهار والحشرات. اعتراضات. طيب بس لحظة شوي، نحن كبشر عنا ميول فطرية تجاه صفات معينة، مثلاً نحن منحب التناظر والألوان الساطعة الفاقعة، ومنحب التباين الكبير الكونتراست، فيمكن الورود لأنها بتشمل كل هالصفات فنحن منشوفها جميلة. بيقول لك دويتش صحيح نحن منحب هالصفات، لكن بنظره غير كافية تفسر إعجابنا وانجذابنا لجمال الأزهار. نحن منشوف الأزهار البيضاء جميلة أيضاً مثل الياسمين مثلاً، رغم بأنها ما بتلبي صفة اللون الساطع البرايت كولر. وبخصوص التناظر بيعطينا مثال زهرة الأوركيد يلي إذا ما كلنا فأغلبنا بيشوفها جميلة جدا رغم أنها غير متناظرة. بعدين بيقلك تخيل معي عنكبوت أسود على حيط أبيض، تناظر مثالي عند العنكبوت وتباين كتير كبير مع ألوان الخلفية، بس مع هيك ما رح يجذبك أبدا إلا إذا كنت أنت مهتم بشكل خاص بالعناكب لأسباب علمية مثلا. يعني ما في إجماع أبدا على جماله للعنكبوت رغم تحقيقه لهالصفات. في اعتراض مختلف بيقول بأنه نحن منحب ننظر لكتير إشياء تانية بالطبيعة، غروب الشمس والسماء والشلالات، ولكن بنظر دويتش صحيح المشاهد فعلاً بتجذبنا ننظر إلها، لكنها ما بتمتلك خاصية مظهر التصميم الـ appearance of design يلي حكينا عنها بأولة الحلقة. الأزهار تمتلك مظهر التصميم بهدف الجمال، ونحن حكينا بأنه جاذبية الأزهار تمتلك فعلاً وظيفة جذب الحشرات. بيقول لك دويتش لو كان شكل الأزهار مثل الأوراق أو الجذور مثلاً كانت خسرت جاذبيتها، بل شيل بتلة وحدة من زهرة ولاحظ تضاؤل جمالها. Very hard to vary، صعبة التحوير مثل ما قلنا.
أما السماء بالليل ولا الشلال أو الغروب وغيرها من الظواهر الطبيعية اللي احنا بنشوفها حلوة ما فيك تقول عنهم نفس هالكلام. ما كل جمال هو جمال موضوعي. بناء على منطق ما تقدم بها الحلقة فينا نشوف بأنه ممكن يكون الجمال موضوعي ذا مدى شمولي عالمي universal أو ممكن كمان يكون محلي فقط باروكيو. فينا نتخيل بأني الأسباب بتخص حياتي بشوف شيء معين جميل لكن غير من الناس ما بتحبه، وفينا نتخيل اتجاه تطور ثقافي معين خلى صفات معينة تعتبر جميلة فقط ضمن هالثقافة دون غيرها، أو فينا نتخيل ضغط اصطفاء جنسي يخلي صفات معينة جذابة فقط للجنس الآخر من نفس هالنوع دون غيره. وممكن الفنانين يستخدموا أحياناً معايير محلية مرتبطة بالجنس البشري بشكل خاص، لكن ممكن أحياناً يمدوا إيدهم أبعد من هيك ويوصلوا للجمال الموضوعي. إذا عم نعمل موسيقى لدعاية علكة أو مشروبات غازية مثلاً، غالباً يتم استخدام معايير جمال محلية بمعنى بأنها غير معايير الجمال الموضوعي، لأنه طبعاً إنتاج وإبداع هيك موسيقى أسهل بكتير وبيأدي الغرض. بس بنظر دويتش ممكن جداً بأنه الفنان ما يكون عم يخلق فن كرمال هدف عملي مثل هذا المثال تبع الدعاية، بل يكون بكل نقاء عم يخلق جمال من أجل الجمال فقط، الشيء اللي ممكن يتضمن أيضاً معايير مطورة للجمال، بالضبط مثل ما أحياناً بيكون هنالك عالم يقوم بالبحث العلمي من أجل المعرفة فقط. بنظر دويتش كلاهما يسعى للتوصل لحقيقة موضوعية وشمولية أو عامة universal. عواقب هالادعاءات ومستقبل الجمال. لما بتطلع بالسماء يبدو لك بأنه الشمس عم تتحرك، ويبدو لك بأنه الطيور كمان عم تتحرك، يعني ذاتياً تنتون عم يتحركوا بالسماء، لكن أنت بتعرف بأنه موضوعياً هنالك فرق هائل بين هالحركتين الظاهريتين. اليوم نحن نعرف هالشي لأنه تم خلق معرفة معقدة عن طريق إيجاد تفسيرات جيدة بخصوص حركة الكواكب والنجوم وما إلى هنالك. بنظر دويتش نفس الشيء قد تختلط علينا أنواع الجمال، كونه ذاتياً ممكن أن يتولد لدينا نفس الانطباع سواء كان الجمال أمام أعيننا محلياً أم شمولياً، ذاتياً أم موضوعياً. لكن مثل ما عم نلاقي تفسيرات موضوعية بالعلم تفرق بين الحركتين الظاهرتين بالسماء للشمس والطيور، ممكن يلتقى تفسيرات بتميز بين نوع جمال وآخر. وبشوف كمان بأنه رح يكون من المهم أنه نتعلم التمييز بين أنواع الجمال، لأنه فقط بالاتجاه الموضوعي من الممكن تحقيق تقدم لا نهائي، بالضبط مثل التقدم العلمي اليوم. بينما الاتجاهات الأخرى المحلية رح تكون بالضرورة منتهية ومحدودة بالموروث الثقافي أو الجيني. لهيك بهمه لدويتش إقناع الناس بأنه الجمال ممكن يكون موضوعي. هو شايف التقدم الجمالي أو الفني بطيء وسيء حالياً مقارنة بالتقدم العلمي بسبب الفلسفة السيئة من منظوره يلي بتنكر أي موضوعية بالجمال، ولهيك ما منلاقي أبحاث عن طبيعة الجمال الموضوعي. من عواقب النظرية كمان بأنه النظريات الأخرى الدارجة شوي بخصوص الفن اليوم لازم تكون خاطئة في حال نظرية دويتش صحيحة، مثل مثلاً النظريات اللي بتقول بأنه الفن هو التعبير عن الذات، هو self-expression طبعاً لأنه الذاتي غير الموضوعي، أو النظريات النفعية لهدف الفن ببساطة لأنه الموضوعي سواء بالعلم أو بالفن لا يجب ولا يمكن إخضاعه لأيديولوجيا. بيقول لك دويتش إذا هالكلام صحيح فمستقبل الفن مذهل بالنسبة لعقلنا اليوم، مثله مثل مستقبل أنواع المعرفة الأخرى. فنون المستقبل رح تخلق زيادة غير نهائية من الجمال، وبيخمن أنه بالمستقبل رح نكون قادرين نخلق حواس جديدة باستخدام التكنولوجيا أو هيك شيء، وبالتالي كواليا جديدة، نوعية تجارب ذاتية جديدة تشمل أنواع جمال نحن حرفياً غير قادرين على تخيلها اليوم. وبيختم كلامه عن الموضوع بأنه يذكر السؤال الفلسفي اللي طرحناه بالحلقة الماضية من ريبلز، What is it like to be a bat؟ كيف سيبدو الأمر لو كنت خفاشاً؟ وأنه يمكن الجواب الكامل ما يجينا من الفلسفة بل من الفن، ويكون بالمستقبل في فن تكنولوجي technological art يتيح لنا نختبر ذاتياً كيف يكون الأمر أن يكون الخفاش خفاشاً. خاتمة وسؤال الحلقة، أنا حاولت بسط الأفكار وعيد كم شغلة أكثر مرة لحتى يعلقوا بالذهن، ولكن مدرك بأنه الموضوع بحد ذاته كتير صعب، وعادي كتير إذا حسيت بأنه حابب تحضر الفيديو كمان مرة لتفهمه 100%. أنا كمان عدت المحاضرة والشابتر يلي هني مصادر الحلقة أكثر مرة لحتى أفهم بالضبط كيف عم يفكر ديفيد دويتش بهالخصوص، وبتلاقي المصادر طبعاً بوصف الفيديو كالعادة. طبعاً دويتش بهالكلام ما قدم لنا دليل نهائي على موضوعية الجمال، ولا حط لنا معيار واضح نقيس فيه أعمال فنية عشان ما حدا يبلش يعني. بل هو حاول يقدم حجج عقلانية يفتح فيها طريق البحث بموضوعية الجمال بشكل جدي، وكلامه بيخلي الواحد يتساءل، وبتمنى أسمع رأيك بالتعليقات بخصوص ما يلي. قبل ما تبدأ الحلقة شو كان رأيك بموضوعية الجمال؟
في حال كنت تعتقد بها سلفا؟ على أي أساس منطقي كان عندك هالاعتقاد؟ وشو أفضل حجة كنت سمعتها بحياتك عن موضوعية الجمال؟ في حال ما كنت بتعتقد فيها، هلأ مع نهاية الحلقة، هلأ أكيد ما قلب رأيك 180 درجة بعد أول مرة بتسمع فيها حجة معينة، لكن هل حسيت المنطق تبعه نجح بإنه يسحبك شوي باتجاه الاقتناع بوجود جمال موضوعي غير ذاتي ولا محصور بجيناتنا كبشر أو بثقافة محددة؟ أصحي، تتفق مع الدويتش بين أحد الصورتين اللي بدأنا فيهم الحلقة فعلاً أجمل بوضوح من الأخرى؟ وبخصوص المستقبل، معقول يوماً ما ننظر للحل الفني اليوم على أنه جهل وعشوائية وشوية تخبط فلاسفة وفنانين شبيه بنظرتنا اليوم للجهل اللي عاشوا فيه البشر أغلب التاريخ بأمور المعرفة العلمية؟ معقول بالمستقبل يكون في حقائق مكتشفة عن طبيعة الجمال يمكن بناء حقائق أكثر عليها بالضبط مثل ما عنا اليوم حقائق عن الفيزياء والكيمياء والعلوم وغيرها؟ بانتظار تعليقك، شكرا كثير لوقتك ومتابعتك، والشكر الأكبر كالعادة لداعمي ريبلز على باتريون. بتمنى تكون حلقة قدمت لك هيك وجبة ذهنية دسمة. إذا عجبك الفيديو ياريت تنشره مع أصدقائك، هالشي بدعم القناة كتير. وإذا بتتمنى تدعم القناة بشكل ملموس أكتر لتستمر وتتطور، بإمكانك تضغط على هذا المربع بنص الشاشة وتنضم لمجموعة الداعمين على باتريون. مشكورا، وفعل جرس التنبيهات لحتى أشوفك بالحلقة الجاي. سلام.